من عوائدنا كمجتمع إسلامي كنا من عوائدنا أننا نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة السنة الهجرية. لكن السنة مع الأسف يعني كان الحادثة يعني اللي راهي شوية مأثرة، يعني جائحة كورونا غيرت شوية من يعني وتأثرنا شوية، نقصت شوية مش كما كانت، نقصت شوية اللمة كان الله يبارك، وجاتنا هذه كورونا قال لمت العالم كاملة، ونطلب ربي إن شاء الله يعطينا يبعد لنا هذا الوباء على أمة الإسلامية جميعا، ونطلبوا لوليداتنا وعويننا إن شاء الله قاع ربي يشفيهم، وربي ينصر بلادنا وبلاد المسلمين. بالنسبة للمحرم احنا كنا نلاحظوا قبل سنتين كنا نلاحظوا ضجة، كان عندنا إقبال، ناس تشري البخور، كاينه فرحه، كاين ناس تدي المكسرات، تدي الامور اللي خاصه باول محرم، والناس تحتفل. لكن عندنا في مده سنتين هذون من اللي دخلت لينا جائحه كورونا هذه تقريبا شتت ما خلتنا كاع ما نتلاقاوش مع بعضنا كاسره، ولا عندنا ما نتلموش كي بكري. بكري كانت الاجواء تاع العصر نتلاقاو كاع عند الشيخ وعند العزوج، بكري كل واحد راه شاد دارو.